السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا والمفاجات في قائمه المنتخب المغربي الاوليه استعداد لبطوله كاس امم افريقيا. على تبالي بلي ما كاش غادي، على تبالي بلي ما كاش مفاجآت، خاطش علاه وين الركراكي سوف يعول على اللاعبين الذين يعني الأكثرية تاعهم اللي لعبوا كأس العالم. خلينا كاين واحد اللاعبين اللي ما غاديش، كاين إصابات، كاين المستوى تاعهم اللي ينزل يعني، وخاصة وين نشوفوا كاين مدربين اللي يعملون بدون عاطفة. يعني ما راكش تلعب ما غاديش نعيط لك، النيفو تاعك هود ما غاديش نعيط لك. راك محبس في شهرين ما نعيط لكش، راك محبس من اكتوبر ما نعيط لكش. هذه هي كيما هاك، الناس كيما هاك تخدم، العاطفه ما كاش. على هذيك نقول لك بلي كاين لاعبين يعني اللي شاركوا في كاس العالم ووصلوا دومي فينال المستوى تاعهم هود، ولا اللي خرجوا لاعبين يعني في الاماكن تاعهم يلعبوا افضل منهم ويقدموا افضل منهم، غادي ما يكونوش بدون عاطفة، خاطر هذا منتخب وطني يعني منتخبات وطنية، يعني الأفضل يكون في القائمة، ماهيش المجاملة وراهي من وراهي من، لا لا، لو التضامن مع لاعب مطرود تضامنوا معاه نجيبوه، لا، هذا منتخب تضامن معاه عطيه دراهم دير له أبوكا دير له حاجة وحدة أخرى خارج يعني إطار تاع المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي ماشي منتخب وطني، أي منتخب وطني وحدة أخرى. هذه اللي نشوفوها حنايا، غادي كاين اللي يقول لك لا وبالك لا لا، قصروا علينا ما والو، ما تقصروا علينا وما نقصروا عليكم ما والو. الناس تخدم يعني بالمنطق، يعني الارقام تاع اللعاب يعني ماشي دو ديره تروا وبعد تجي تقول لي لاربي تحقرني، لا لا. ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاربعاء قوائم الموسعة والتي وصلت اليها من الاتحادات الافريقية والتي ستشارك في نهائيات بطولة كأس امم افريقيا بساحل العاج في فترة ما بين 13 جونفي و 11 فبري، بعدما كانت القرعة الكان اوقعت المنتخب الاسود الاطلس في مجموعة تضم منتخبات زامبيا تنزانيا والكونغو الديمقراطية. وكشف الكاف عبر موقعه الإلكتروني عن قائمة المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ومش يعني التشكيلة من مشكلة من 55 لاعب في انتظار تقليصها إلى 27 للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، والذي ستبدأ مشاركة الأسود الأطلس في انطلاقة من مدينة سان بيدرو، والتي من المنتظر أن تبدأ يعني الجماهير المغربية في السفر إليها بداية من مطلع السنة المقبلة، قادمة من المغرب ومن دول أوروبية والعربية مختلفة، وذلك لمساندة زملاء حكيم زياش وتحفيزهم للتألق في بطولة كأس أمم إفريقيا مثلما تألقوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وفي سياق يعني شاهدنا أنه أكد فإن وفد من الاتحاد المغربي لكرة القدم يستعد للسفر هذا الأسبوع إلى مدينة سان بيدرو في الساحل العاج من أجل الوقوف على كافة الترتيبات التي اتخذت من أجل استضافة المنتخب المغرب في مدينة سان بيدرو التي باتت جاهزة لاستقبال ضيوفها المشاركين في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا. يعني وين يشوفوا ويديروا التقرير تاعهم ويرسلوا البيلون تاعهم يعني باش يكون على بالهم مسؤولين، وحتى الجهاز الفني يكون على باله واش كبير يعني واش كاين الكبيره والصغيره. شاهدنا وين نتكلموا على القائمه الموسعه الكامله، شاهدنا في الحراسة المرمى ياسين بونو، هلال السعودي منير محمدي، الوحدة السعودية المهدي بن عبيد، الجيش الملكي المغربي يوسف المطيع، ويداد المغربي أنس الزنيتي، الرجاء المغربي، هذو في الحراسة. خط الدفاع يعني أمين الوعدي، نهضة بركان المغربي، أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، نصيري مزراوي بايرن ميونخ الألماني، نايف أكراد ويست هام الإنجليزي، رومان سياس شباب السعودي، يونس عبد الحميد ستاد ريمس الفرنسي، جواد اليميق
الوحدة السعودية، يحيى عطا الله الوداد الرياضي، أيوب العمود الوداد الرياضي، عبد الكبير عبقار الألفيس الفرنسي، بدر بولو نادي قطر، آدم ماسينا أندونيزي الإيطالي، أشرف دراري بريست الفرنسي، شادي رياض ريال بيتيس الإسباني، محمد شيبي نادي المصري، حمزة مساوي نهضة بركان المغربي، عمر الهلالي إسبانيول الإسباني الهلالي إسبانيول إسباني، سامي مايا يعني النادي المجري، خط الوسط سفيان المرابط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عز الدين أناحي أولمبيك مارسي الفرنسي، أمين حارس أولمبيك مارسي الفرنسي، يحيى جبران الوداد الرياضي، بلال خنوس جيناك البلجيكي، أمير ريتشاردسون ستاد ريفز الفرنسي، بنجامين بوشواري سانتيتيان الفرنسي، سليم أملاح فالفرنسيا الإسباني، ياسين كستا لوهار الفرنسي، أسامة العزوزي بولونيا الإيطالي، إلياس شعار كويز باراك رونجس الإنجليزي، يوسف ملاح إيبولي الإيطالي، نائل العيناوي لونس الفرنسي، خط الهجوم حاتم زياش غلطة سراي التركي، طارق تودالي جيناك البلجيكي، إسماعيل سبيري إدهوبن الهولندي، أيوب الكعبي أولمبيكياكوس اليوناني، سفيان ديوب نيس الفرنسي، أما هذا غادي ما يجيش أمبليسي، عبد الصمد الزرزوري ريال بيتيس الإسباني، يوسف النصيري إشبيليا الإسباني، والد شديري نادي الإيطالي، أمين عدلي بايرن ليفركوزن الألماني، إبراهيم صالح ريال الفرنسي، سفيان بوفالا ريال ريان القطري، عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة السعودي، منير الحدادي لاس بالماراس الإسباني، إلياس أخموش فيا ريال الإسباني، سفيان رحيمي العين الإماراتي، نبيل العلاوي لوهاف الفرنسي، نور الدين المرابط أياك أثينا اليوناني، ريان مايا ستوكس سيتي الإنجليزي، مراد بطان فتح السعودي، باطلة فتح السعودي. هادو هما اللاعبين اللي راهم كما نقولوا حنايا راهم في القائمة. نتمنوا هادو المنتخبات العربية اللي تكلمنا عليهم يكونوا في المستوى إن شاء الله بربي، وتكون إن شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب الموريتاني كذلك، ويجهز يعني اللعابة تاعو ب 27 ديريكت، هذاك حد ديريكت 27 لعاب. هذه هي هذه نقولوا بلي اليوم وين يعني شو بير أو يخلينا شو كيفاش وما كاع اللعابة هذو كاع كاين أغلبية تاع اللعابة غادي ما يكونوش كيما ذاك ديوب سفيان ديوب، ما غاديش يكون راه مبليسي، هذا هو مزراوي مازال ما بان والو، بايان من النادي تاعو مازال ما بان والو، يعني البيان تاعو مازال ما بان والو برك، هذا مكان أو لي صعيبة صعيبة، والله لا صعيبة عليهم شي، وليدي كيما هكا ماشي ساهل اخويا، صعيبة باش يعني كل مدرب صعيبة عليه، قائمة صعيبة ماشي سهلة، باش يدير 27 ماشي سهلة، غالب هذه هي كرة القدم عندك وين تروح.
هذه هي خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.